بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في هذه الحلقة 45 بعد 100. نتناول آيات من سورة التوبة. يقول تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أيما إنسان على وجه الأرض جعل له واحدا يشرع له من دون الله فيسمع كلامه فقد عبده من دون الله. والعبادة هنا بمعنى طاعة في التشريع. واحنا عندنا ناس بتشرع عكس ما احل الله. امال ايه؟ لما نزلت هذه الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وكان كعب الاحبار كان يهودي واسلم، كان يجلس في مجلس النبي، فقال له: يا رسول الله، ما اتخذناهم اربابا، ما عبدناهمش. قال: لا، لقد احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم فتلك عبادتهم. عباده يعني الطاعه. طب هل في ناس عايشه في هذا الزمان يشرعون عكس ما انزل الله؟ عندنا في بعض الدول يشرعون علاقة الزنا بين رجل ورجل، لواط، بوثيقة رسمية. يعني في استراليا ممكن رجل يتجوز راجل بوثيقة جواز رسمية، وممكن امرأة تتجوز امرأة بوثيقة جواز رسمية. هل إذا وافق مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على قانون ضد الشريعة توافق عليه؟ بالطبع لا. نفس الكلام عندنا، الزنا المفروض أنه اعتداء على الأمة كلها. إحنا عندنا في القانون الفرنسي لا، الزنا اعتداء على الزوج، المرأة المتجوزة بس، ومفيش واحد في الدنيا حقه يرفع دعوى الزنا إلا الزوج بس، ولو الزوج تنازل عن حقه ما عندناش مشاكل. ده ما يرضيش ربنا، نروح النار. ما ينفعش واحد لا، الزنا اعتداء على المجتمع. العكس بقى، القتل في الإسلام اعتداء على ولي الدم. يعني واحد قتل أبوه، قتل أخوه، قتل ابنه، هو ولي الدم اللي حقه يطالب بالدم، قصاص أو العفو أو الدية. لا، القانون الفرنسي يقول لك لا، القتل اعتداء على المجتمع، سلم لي على المجتمع. القضية عندنا غريبة جدا. ايه، انت ضد ربنا ولا مع ربنا؟ يعني زي واحد كان واقف مرة، وبعدين واحد جه ضربه على قفاه. لما ضربه على قفاه راح يشتكيه، فلما راح يشتكيه القاضي حكم بألف جنيه غرامة. فالراجل قاعد مستني، فالقاضي بيقول له: انت مستني ايه؟ قال له: مستني اخد الألف جنيه. قال له: لا، دي الغرامة دي الراجل هيدفعها للدولة، لأن الرجل ضربك على قفاك كأنما ضرب الدولة كلها. فهو استغرب، يعني أنا اتضرب على قفايا والدولة تقبض؟ إيه يعني، إيه الكلام ده؟ يعني أنا 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 وقع علي ضرر، أنا وقع علي ضرر. ونحن الآن قد وقعنا في شرك إن إحنا مش عارفين مين صاحب الحق. هل صاحب الحق اللي وقع عليه الضرر؟ ها؟ هل صاحب الدم هو ولي الدم؟ أنا اللي من حقي لو حد من عيلتي اتقتل من حقي أعفو أو آخذ بالقصاص، أو من حقي أقبل الدية، أو من حقي. لكن تقولي ده حق الدولة، دولة مين؟ فإذا مهم جدا جدا إن احنا نعرف. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، شرعوا لهم عكس ما يرضي الله، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم. عشان كده المجلس التشريعي في أي دولة من دول العالم، المجلس التشريعي مهم جدا إن هو ما يخالفش ربنا. مهم جدا. يقول تعالى: يريدون ليطفئوا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربنا هيتم دينه، هيتم، هيدخل دينه كل بيت، هيدخله. والله لن تقوم الساعة حتى يدخل الإسلام كل بيت على الأرض، بعز عزيز أو بذل ذليل. وأقسم بالله أن الإسلام دخل الآن كل بيت عن طريق الأقمار الصناعية. أقعد في أي دولة في العالم، اي دوله في العالم، وافتح هتجيب القنوات الاسلاميه وتلاقي القران بكل اللغات. ها، اللي بيحب ربنا هيترجم شرح القران لكل لغات العالم، اللي بيحب ربنا هياخد الحلقات بتاعتنا ويترجمها لكل لغات العالم. والله لن تقوم القيامه حتى يدخل الاسلام كل بيت على الارض، بعز عزيز او بذل ذليل. لان هو اللي قال كده: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ده كلام ربنا، وربنا ما بيكذبش. ولو كره المشركون. وبعدين قلنا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يأكلوا أموال الناس بالباطل إزاي؟ يقبلوا الصدقات. واحد قاعد على الصدقات وبنى بيت من الصدقات، وبعدين بقول له يعني من الصدقات، يقول لك والعاملين عليها. هو العاملين عليها بياخدوا يبنوا بيوت من الصدقات؟ والعاملين عليها بيجيبوا عربيات ملاكي من الصدقات؟ ده في جمعيات خيريه كتير جدا ما شاء الله ملحقه بالمساجد، اللي ماسك الجمعيه من الصدقات واموال الصدقات والشحاته بقى ملياردير. والله بقى مليونير، مليونير من اموال الصدقات.
لما انت شاطر وتاجر حلو كده، ما تتاجر مع نفسك وتبعد عن صدقات الناس، ابعد عن ذنوب الناس. انما الصدقات دي ذنوب الناس واقذارهم واوساخهم، تاخدها ليه سيادتك؟ انت كده حامل اوزار الناس. ياما جمعيات خيريه واصحابها بقى ومشايخ ودقن قد كده ويتبرعوا وتبرعوا، انت ما بتستحيش، ما بتتكسفش يا اخي، يا اخي حرام عليك، يعني ماء وجهك اولى، حرام عليك اللحية دي تشحت بيها، حرام عليك. وجاءوا لأحمد بن حنبل وقال له: الرجل يجمع الأموال لأعمال الخير؟ قال: لا يجوز. قالوا: الرجل يجمع الأموال لأعمال الخير والبر؟ قال: لا يجوز. ماء وجهي أولى، احفظ ماء وجهك يا أخي، ما تزلناش. أنت بتزلنا ليه؟ أنت على أي أساس تطلع في البرامج تشحت؟ مش كفاية علينا بتوع سرطان الأطفال وسرطان الزفت؟ الشحاتين كتروا، مال الدنيا ندخل فيها الناس ام ملحه كمان تشحت؟ عشان كده: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الفلوس دي كلها جبتها منين؟ المشروعات اللي انت عملتها دي كلها جبتها منين؟ وقاعد على اموال الناس وصدقات الناس ليه؟ ليه زبلت الناس واوساخها واقذرها ليه؟ وليس من الناس رجل رشيد. مفيش حد يقول: يا جماعه صدقات الناس ما تنفعش، يا جماعة اللي عاوز يتاجر ويبيع يشتري يبيع، يبعد عن صدقات الناس. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ده عذابهم إيه دول؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إياك تشوف واحد يقول لك: تبرعوا تبرعوا. إيه تبرعوا تبرعوا دي؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الحقيقة إنه مسألة الإكناز دي يعني مسألة يعني صعبة. أنت بتكنز الذهب والفضة تطلع عليها زكاة المال كل سنة، بتأدي حق الله سرا وجهرا. طيب انت دلوقتي مره واحد قاعد في عربيه كده وبعدين لقى ناس راكبه عربيات ملاكي وكذا وكذا، فبيقول ايه؟ بيقول على العربيات دي: يوم يحمى عليها في نار جهنم، السيارات اللي هم راكبينها دي يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هل الكنز ان انا عندي عماره هتقوم العماره بتاعتي بالخرسانه بتاعتها بالسياخ الحديد كلها تتولع وتكوي بيها؟ ولا هل العربيات بتاعتي كلها تولع في نار جهنم وانا اتكوي بيها؟ ما احنا عايزين نعرف بس احنا هنتكوي على اي حد؟ الى اي حد ان انا هتحرق في نار جهنم؟ بايه؟ بسياخ الحديد اللي في العماره اللي انا عاملها على الباطل، ولا بالارض اللي انا سارقها؟ ما في ناس سارقين اراضي بالهبل، ها؟ والارض اللي الناس سرقاها: ان الارض لله من سرق منها قيد شبر قيده الله في 7 أراضين في جهنم. كم واحد سارق ارض مش بتاعته؟ وكم واحد واخد اموال المسلمين وصدقاته؟ وكم واحد شغال في البرامج تبرعوا تبرعوا لما زلونا ووطوا وخلوا رقبتنا في الارض؟ عشان كده ربنا بيحذرنا: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طب دول كانوا بياكلوا اموال الناس وانتم بتاكلوا اموال مين؟ اموال الصدقات ولا اموال النذور ولا اموال الجمعيات الخيريه ولا اموال ايه بالظبط؟ ولا اموال المشروعات الوهميه؟ لما تيجي تقلب في الناس وتلاقي ربنا ساترهم، في ناس كتير عايشه بستر الله، والله العظيم لو ربنا كشف ستره على الناس هيتفضحوا. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. امال انت عرفتهم ازاي يا دكتور؟ نعرفتهم بقى في الفشل الكلوي، تلاقيه عمال يحوش 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 اموال النذور واموال البتاع واموال الصدقات، اه والله، ويبني بيوت من اموال الصدقات والاخر يصرفهم على الفشل الكلوي. واحده شغاله في معهد في مستشفى بتلم صدقات من المستشفى، هل الصدقات بتاعت المستشفى تبني بيت 5 أدوار بالالومتال من الصدقات؟ والاخر تدي لكل عيل شقه، كل عيل عاوز يقتل اخوه اللي جاله فشل كلوي واللي جاله سرطان، وكل عيل من العيال يقول دي امنا جابت لنا نار. والله العظيم جابت لنا نار مش جابت لنا شقق، صدقات الناس واوساخها تبني منها بيت. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.